في التقرير الخاص عندما تقع الرياضة في لبنان فريسة المذهبية والسياسة تنحرف عن هدفها النبيل وتشعل الانقسامات وتغذي الطائفية. تقرير منى صليبة. عنوانها بالمبدأ النبل والرقي والأخلاق الرياضية، تخذل مشجعيها أحياناً وقت الخسارة ولكن ترفع بهم عالياً لحظات الربح. فيها النصر شرف وفخر وفيها الخسارة حافز لنصر قادم. هي الرياضة التي للأسف تحولت في لبنان إلى مادة انقسام بين الأندية وبين الجمهور، ابتعدت عن أهدافها، ففعلاً ما دخلت السياسة والمذهبية شيئاً إلا وأفسدته، فوقعت الرياضة في لبنان ضحية السياسة والمذهبية المستفحلة وباتت مادة تغذي على التحريض والتفرقة. النوادي الرياضية للأسف باتت مملوكة من أحزاب سياسية أو متمولين طامحين لمراكز سياسية أو زعماء يمثلون طوائفهم، وحتى الجمهور بات فاقداً للوعي الرياضي، فجير حماسه لممول أو مالك الفريق وليس لأدائه. أما تعاطي السياسيين مع الرياضة فحدث ولا حرج، وباتت مدرجات لبنان وملاعبه حلبة تبدأ عليها الألعاب وتنتهي مسرحا للشغل. الرياضة بلبنان عم تتسيس وعم تصير فيها طائفية وعم تتمذهب، وللأسف يعني صار كل جمهور أو كل طائفة أو كل مذهب له فريقه. هون يعني دور الدولة اللبنانية بدعم وزارة الشباب والرياضة ماليا، يعني حتى نقدر نحن من خلالها ندعم الاتحادات وندعم الفرق لحتى نطلع هالفرق ونخلصهم من انه يضلهم متكلين على الأحزاب المتمولة السياسيين. الانقسام الموجود بالسياسة بين الفرقاء السياسيين لازم المسؤولين يسعوا على انه هذا الشيء ما يوصل لجماهير، لأنه الرياضة بتجمع بالعالم. نحن عنا في مشكلة ثقافة رياضية، خلينا نكون صريحين، نحن اليوم ما عنا اهتمام بالرياضة من قبل الدولة اللبنانية، وما عنا ميزانية لوزارة الشباب والرياضة ولا عنا ميزانية للأولمبية. السياسة في الألعاب الرياضية قد تكون موجودة عالميا وتاريخيا، إذ نرى شخصيات بارزة ممولة أو شريكة في أندية عالمية مختلفة، ولكن الوتر المذهبي والطائفي لا نراه في الدول المتحضرة. منع الجمهور اللبناني في مرحلة من المراحل من حضور المباراة لتفادي الإشكالات التي باتت تختتم كل المباريات أو تعلقها بسبب الشعارات المذهبية والسياسية، وهذا فيه ظلم للعبة واللاعبين والجمهور، ولكن ليس هذا الحل المناسب. وهنا عقدت اجتماعات بين الوزارة والاتحادات والأندية وقيادة الجيش وقوى الأمن لوضع آلية لدخول الجمهور، ووضع قانون تحكيم رياضي بات الآن في مجلس الوزراء. الجمهور بلبنان يجب أنه يحضر المباريات الفوتبول والباسكتبول والفوليبول، ولازم نشجع الرياضة. وضع بطاقات من الأندية لجمهورهم حتى يكون النادي مسؤول عن جمهوره، وهيدا الشخص ما له حق يدخل على الملعب إلا ما يكون معه هيدي البطاقة، وطبعا بإشراف من الاتحاد اللي هو تابع له، والقوى الأمنية بدها تاخذ دورة بشكل جدي. إذا أنت الجمهور ما عاقبته رح يستمر، ولازم تكون عقوبة صارمة وجدا توجع تما يصير في تكرار لإلها، ولازم يصير في نوع من استحداث، يعني تحديث للنظام العام للاتحاد، ويكون في نوع من منع، يعني أن الجمهور يعرف أنه إذا مس بشعائر دينية لازم يتوقف مينيموم 3-4 مباريات. الإشكالات نراها بين الاتحادات والفرق وليس في المنتخبات في لبنان، لذلك رأينا في أكثر من لعبة منتخب لبنان وصل إلى مراحل نهائية أو نال بطولات ورفع رأس لبنان عالياً، فهلموا إلى نجدة الرياضة لأنها حتماً أرقى من السياسة.